السؤال، اسم الفقرة مبرهنة الحل الوحيد. كيف يجينا السؤال انتبه؟ بيقول لك أثبت للمعادلة، أثبت للمعادلة، تفضل يا حلو، fx يساوي a. a شو يعني؟ عدد. حل وحيد. هيك بيجينا السؤال في المجال كذا كذا. بعدين بدي فصل المجال. تبعت في خطوتين للبرهان ورا بعض، واحد واثنين. اول خطوه بتقول التابع مستمر و يا بتقول متناقص يا بتقول متزايد تماما حسب التمرين. التابع مستمر ومتناقص او متزايد تماما على المجال. انتبه، هذا المجال اللي بدك تحطه هون تاخذه من السطر الاول. منين بياخذوه؟ السطر الاول. طيب هاي اول خطوه. ثاني خطوه بياخذوا العدد A، بيقولوا A ينتمي لاف، بياخذوا بيصوروا المجال نفسه هذا اللي حاطينه هون واللي هو من السطر الاول، بس بيطلع جوابه من وين؟ من السطر الاول. هذا مخطط شغلنا لهالفقره. اذا عندنا كم خطوه؟ خطوتين. عشان تفهمها هيك ما راح تفهمها اكيد، يعني راح نشوف هالمثال اللي على اللوح واللي هو موجود بالكتاب صفحة 58. هلا بس تخلصي هذا المقطع فيك تسميني اياه صفحة 58. اطرح عليك سؤال، بدي اقول لك 58. السؤال يقول برهن للمعادلة fx يساوي صفر حل وحيد بالمجال من ناقص لا نهاية للناقص. حددت لك هون، أو أغير لك المجال، بالمجال من ناقص واحد لاثنين. هيك السؤال بيجينا بالتالي. اللي بده يكتب هالسؤال فين يكتبه؟ على كتابه فوق الجدول اذا بيحب، او تحت الجدول، لانه السؤال الكتاب غير هالسؤال. انا راح حل له هالسؤال. شو بتعمل؟ اول شيء بتقول التابع مستمر و بتعين بين الناقص واحد والاثنين شو نوعه؟ متزايد. ومتزايد تماما على المجال. المجال وين بتاخده؟ من فوق بين الناقص واحد والاثنين. ممكن يكون حاطه مفتوح، ممكن يكون مغلق، ما في مشكلة. هاي أول خطوة، أول خمس علامات. صعبة بس تكتبها. عين بين الناقص واحد والاثنين، هو طلب المجال، شو طالع هون؟ بس خليني أظبط الكلام، طبعا أنا نزلت هالسطر من عندي بالكتاب من بره. زائد سهم طالع يعني مستمر ومتزايد تماما على المجال وناقص واحد لاثنين. طيب هاي اول خطوة. الثانية مين العدد اللي عم يحكوا عنه هون؟ صفر. هو الآ اللي عم بحكي عنه انا بالنظر. بتقول الصفر ينتمي، الصفر ينتمي لاف المجال اللي فوق من ناقص واحد لاثنين، واللي هو المجال اللي تحت من ناقص اثنين لاربعه. ليش؟ لانه الصفر موجود هون بين الناقص واثنين لاربعه. في صفر ولا ما في؟ اذا الصفر ينتمي
لصورة المجال اللي فوق واللي هو مين؟ المجال اللي تحت. هي عليها خمس علامات، هي عليها خمس علامات. هلا بتقول للمعادلة حل واحد بالمجال بأي مكان؟ الحل وين بيكون موجود؟ السطر الأول. الصفر وين بيكون موجود؟ بالسطر الأخير. بس الحل هون بيكون شبه، هون شو بيكون فيه؟ بيكون هون فيه. لو قال لك نفس السؤال بس بالمجال من ناقص لا نهاية للناقص واحد، شو كنت بتقول؟ كنا تابع مستمر ومتناقص تماما على المجال من ناقص لا نهاية للناقص. هي أول خطوة. بعدين بتقول الصفر ينتمي لصورة هالمجال واللي هو هالمجال، شو مكتوب؟ بتقول الصفر ينتمي لصورة المجال من ناقص لا نهاية للناقص واحد واللي هو شو يا خديجة؟ لا من ناقص اثنين للزائد، خلص زاد انا حط عليه. بتقول المجال من ناقص اثنين للزائد. هون في صفر ولا ما في؟ ما في. بين الزائد اثنين ونقص زائد ثاني وناقص اثنين في صفر ولا لا؟ كيف ما في؟ معناها هون شو في كمان؟ حل. معناها السؤال ممكن يكون بهالمكان او ممكن يكون بك. طب لو سألك، لو قال لك كم، شوف السؤال الان، كم عدد حلول المعادله اف اكس تساوي الصفر في ار؟ البنات دائما مستعجلين. فاطمه قالت ايه هذا مثلهم كمان. لا ما في. بين الاربعه والثلاثه في صفر؟ لا ما في صفر. ما فينك تقولي هذا المجال يا حسن. اذا سالتك الان كم حل عندك؟ بتقلي هون حل وبتبرهنه، ليك برهنته. نفس الشغل هون حل وبتبرهنه، بس بدك تقول انا سالتك في ار، يعني سالتك بكل هالمجالات. شوف السؤال اللي صار لي بالكتاب، تبع سؤال الكتاب شو كاتبين لك؟ كم عدد حلول المعادله، شو قايل لك في ار؟ لو من في ار اكتب ناقش جميع المجالات، هيك يعني. لما بيقول لك في ار يعني ناقش كل المجالات. ناقشه وين ما بيكون المجال واحد؟ هو ليك مثل سؤالي انا، هي مجال واحد. سؤال هن في جميع المجالات. فشو بتعمل؟ بتقول له هون في حل وهون في حل، هون في حل شيء؟ لا. شو كده بتقول له؟ بتقول له الصفر لا ينتمي، شو طب اللي ينتمي؟ الصفر لا ينتمي لمين؟ لاف 2 زائد لا نهايه واللي هو ثلاثة لبعض. وصلت الله على ثلاثة لبعض، ثلاثة أصغر لبعض. صادق؟ هذا هو فكرة الحل. هلا أنا جواب سؤال، شو كم حل؟ كم حل المعادلة؟ حلان. فشوف الجواب بآخر سطر لو هي كلمة حل، يعني هون حل وهون حل، شو صاروا؟ حلان. إذا قال لك في آر بتناقش كل المجالات، إذا حدد لك مجال مثل ما لك تحاطط سؤال إضافي هون بتناقش فقط المجال اللي هو قايله. وفي خبر حلو لك. الله الله في دواء. يا عزيز بس طويل عم نسجل هذا بعدين نحكينا ولا حبيب. يا حبيب الخبر الحلو، إذا هذا العدد كان صفر في طريقة تانية بس صفر، ها يعني هاي الطريقة. هلا إذا تعلمت لها، ما تعلمت غيرها ما في مشكلة، بتحل كل تمارينك. إن كان صفر إن كان عشرة إن كان مليون إن كان واحد إن كان اثنين ما في مشكلة، بس في طريقة خاصة فقط بمين؟ بالعدد صفر. طبعا أذكركم فيها اللي ياخذين 11 لازم يتذكروا شوي منها. ما بحي هون مكتبته هون؟ هاي هاي لك هاي مكتوبة المرة الماضية شفته؟ وظل انت الحل الوحيد؟ طيب ما راح امسح حياتي. طريقة خاصة بالمعادلة. ما في دوامة؟ f(x) يساوي الصفر.
ما عم تشوفي شو؟ أنا جيب الجبتون. ما عم تشوفي اللوح؟ يا شيماء وين موبايلك؟ افتحي الفلاش. هات. الله ينور عليك أبرك يا شيماء بس تموتي. دربك شو بدك؟ دربك؟ روح يا الله ينور لك دربك. بعت لك عريس طويل. بدك تنجحي ما بدك عريس، شو بدك تعملي بالشو هذا بالعريس؟ ما عندك دراسة؟ يلا بعدين تتقاتلوا. عم نسجل فيديو. طريقة خاصة للمعادلة fx تساوي الصفر. أول خطوة نفسها. شرط اكتبها ليك. نفسها. الخطوة الأولى لا تتغير. نفسها. يعني شو بتقول؟ التابع مستمر ومطلق مستمر أو متزايد تماما على المجال كذا كذا. بس الخطوة الثانية شو بتعمل؟ بيكون المجال اللي هو قايل لك يا مثلا هو A B. مثلا هذا سمي لي A. وهذا سمي لي شو؟ B. بتقول F الـ A ضرب F الـ B لازم يطلع سالب. بس يعني بدل ما تقول الصفر ينتمي لصورة المجال بتقول جداء صورتي الطرفين سالب. تعال نجربها هاي. أصغر سالب الـ. تعال نجربها هاي. كنا عم نقول أثبت للمعادلة Fx يساوي صفر حل وحيد بالمجال ناقص واحد اثنين. الخطوة الأولى نفسها. بس الخطوة الثانية بدل هالسطر بتقول F ناقص واحد ضرب F اثنين. ضربوا لنا إياهم ليكم. F ناقص واحد ناقص اثنين ضرب أربعة عشان يطلع ناقص ثمانية. أصغر من الصفر انتهى الحل، يؤدي حل وحيد. هاي الطريقة الثانية. يعني بدل مين؟ بدل الخطوة الثانية. الآن سيأتي أحد سيأتي كما قلت سيأتي الكهرباء وصلتنا. إجت الكهرباء هلأ حاس حالي إني سيأتيك أحد الفيثاغورسيين في القاعة ويقول أستاذ يا حبيبي بركي هذا المكان أعداد. شو بدنا نقول؟ يعني مثلاً برهن للمعادلة شوف حل وحيد بالمجال من ناقص لنهاية للناقص واحد. طرد السؤال هيك. ما بلشي. إزالت لك برهن حل وحيد بالمجال من ناقص لا نهاية للواحد. طب فينا نقول F ناقص لا نهاية؟ بصير تقول F ناقص لا نهاية؟ فبدل ما تقول F ناقص لا نهاية بتقول limit Fx لما الx يسعى لناقص لا نهاية ضرب F ناقص واحد. تقبل هذه الطريقة. يعني إذا عددين صورها، أما إذا كانت لا نهاية ما تصورها شو كتب بدالها؟ limit. تعال نشوف عند الناقص لنهاية طالع زائد، زائد بناقص الجواب بيطلع سالب مقبول. برجع بيك إذا عددين بتقول F ضرب F، وإذا واحدة منهم لنهاية بحق لك تقول limit. تمام؟ أو عدد ما له التمرين معرف عنده كمان بحق لك تقول limit. هذه الفقرة شو اسمها؟ حل وحيد. رح ناخذ عليها وظيفة طبعا. وظيفتنا بالصفحة اللي بعدها بتحصل حل هذا. خلصنا التسجيل.